ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ آه النهارده كنت رايح اصور المرسيدس الاي كيو اس ولما وصلت حصل كده تاخير من مكان العربيه كانت محتاجه لسه تتنظف وكلام كده المهم يعني اتعطلت ساعتين وكان في ايفنت للعربيه فدخلت في وقت الايفنت فالحكايه ايه اتضربت شويه. ولكن قدرت اصور كام شوت هتتفرجوا عليهم وهقول لكم تعليقي عن العربيه كمان. انتوا عارفين العربيات الكبيره دي بتاخدني مثلا من ساعتين لثلاثه عشان اصورها بتاخد وقت كبير جدا ومجهود كبير وكمان عشان تبقوا عارفين ان انا من النوع اللي بوريكم الكواليس يا جماعه من النوع اللي بيحب يحضر يعني ده آه حاجات انا كاتبها عن العربيه مش المواصفه طبعا دي مش مواصفه المواصفه ممكن تيجي في حته صغيره ده بيبقى مواصفه على رايي في العربيه على حاجات معينه انا ببقى يعني عايز اتكلم فيها مخصوص فيها وراها مجهود يعني بحسسكم ان انا ببذل مجهود المهم رحت وهم اتاخروا جدا قعدت مستني ساعتين على البال ابتدي اصور العربيه فدخلت في وقت الايفنت فصورت كام شوت بس اتفرجوا على الحته دي اكيد هيبقى في آه آه يعني ريفيو كامل العربيه حته حته فصصها لكم بس ده رايي في العربيه واتفرجوا عليه مع الكام شوت اللي عرفت اصورهم حابب بس افكركم بالكواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار نون 20 نون 21 ونون 22 انا شخصيا عجباني السماعات دي جدا وهي اصلا عليها تخفيض كويس ومع الكويت بتاعتي ممكن تاخدوا خصم اكبر وكمان معاها توصيل مجاني ما تنسوش ام كار نون 20 نون 21 نون 22 عشان تبتدوا تاخدوا التخفيضات النهارده معانا المرسيدس الاي كيو اس ال 450 بلس من بولارس الاي كيو اس هي ايه الاس كلاس الكهرباء بتاعت مرسيدس تعالوا نتفرج عليها حته حته يلا بينا قبل ما اقول لكم سعر العربيه انتوا شايفين ان انا بصور في مول وفي عمدان وحاجات كتيره اوي عايقه شويه التصوير ولكن هحاول اتصرف معاهم العربيه ثمنها كام ثمنها 3 مليون جنيه مصري قبل ما نتكلم على الاي اس اللي معانا النهارده لازم نتكلم على العربيه اللي طلع منها الاي كيو اس الفيجن اي اس في 2019 مرسيدس اعلنت عن الفيجن اي اس انها تبقى العربيه بتاعتهم للاس كلاس الفئه الاكبر الكهرباء الكامله وزي ما انتم شايفين العربيه شكلها رهيب شكلها حلو جدا من كل زاويه وفعلا مستقبليه جدا ومن الفيجن اي كيو اس جالنا الاي كيو اس اللي انتم شايفينها يعني زي ما تقولوا كده العربيه اللي تم انتاجها بالفعل ما بعدتش قوي عن الكونسيبت كار اللي كانوا عاملينها موصفة العربيه ايه العربيه ليموزين كامل الحجم طولها أكثر من خمسة واثنين من عشرة متر قاعدة العجلات 3.2 نقف شوية عند قاعدة العجلات طبعا عربيات الكهرباء ممكن يطلعوا قواعد عجلات اكبر من الطبيعي لان مش محكمين بوجود موتور كبير في مقدمة العربية طيب وزن العربية دي كام 2.5 طن حوالي 200 ل 250 كيلو اتقل من الاس كلاس العاديه طيب هنا العربية الكهرباء دي فيها موتور واحد فقط على الأكس الخلفي يعني هي دافع خلفي الموتور ده طبعا كهرباء وتبريد مية الموتور هنا بيولد 329 حصان و586 نيوتن متر البطارية بتاعت العربية واحدة من أكبر البطاريات هي ليثيوم آيون وهنا البطارية 120 كيلو وات ساعة ولكن المستخدم منها 107.8 من 10 كيلو وات ساعة مدى العربية الواقعي اللي قايسينه بيه كبير جدا 750 كيلو ودي واحدة من المميزات بتاعة العربية طبعا كحالة المرسيدس الاس كلاس التعليق هنا ادابتف اير سسبنشن تعليق هواء متغير بيضمن الراحة التامة لو بصينا على العربية من قدام فشبيهة جدا بالاي كيو سي برضو احتفظوا بنفس الخطوط اللي هي ايه الشبكه المصمطة اللي انتوا شايفينها اللي فيها النجوم ولكن برضو في النور ال اليوني براو اللي بيلضم مع تايم Running لايت اللي جوه الاناره. ولكن الشكل لحد ما هنا برضو ايه يعني مش قوي قوي او مش بنفس هيبه الاس كلاس ده في رايي الشخصي. من تحت الاكسدام طبعا رياضي اكيد وفي حبه حركات ولكن ايه الفتحات اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا شايفين كده برضو ايه مقفوله. طيب بالنسبه للاناره زي عاده الاس كلاسز كلهم لازم يبقى فيه نقط ثلاث نقط ال اي دي هم دول اللي بيميزوا انها اس كلاس الاس كلاس بتاخد ثلاث نقط الاي e بتاخد اتنين والسي بتاخد نقطه واحده من النور ال اي دي وبرده زي ما انتم شايفين الاشاره من فوق وهنا الاناره في العربيه بيسموها فولي ديجيتال ال اي دي تقنيه اعلى بكتير وعندها الامكانيه انها تعمل حاجات جامده جدا بالاناره انها تعتمها وممكن كمان يعني قدام تكتب على الحيطه ان كان شفنا اودي اوريدي عملت الحكايه دي. لو بصينا على العربيه من الجنب فزي ما انتم شايفين الخط العام بتاع العربيه ان السقف مع المقدمه كلهم سايحين في بعض لحد كبير وباين قوي قد كده هم مهتمين بمعامل احتكاك الهواء وعشان كده فعلا العربيه وقت ما انتجت كان عندها اقل معامل احتكاك لاي عربيه، عربيه ضخمه جدا لكن معامل احتكاك الهواء بتاعها كان اتنين من عشره. وبرضو عندي هنا المرايه الطايره برضو عشان تقلل الهواء حواليها زائد كلمه اي كيو بتفكرك من قدام. طيب لو اتكلمنا على كاوتش العربيه فهو 21 بوصه 265 على 40 لكن طبعا كاوتش ضخم جدا مفيش كلام يتقال عليه لكن بصوا على الجانت جنت تيبيكال بتاع العربيات الكهرباء بيبقوا عايزين على قد ما يقدروا يخلوه ما فيهوش فراغات عشان ما يبقاش فيه اضطراب للهواء قدام العجل ودي واحده من الحاجات اللي بتقلل المدى وان كان العربيه دي عامه مطلوبه من المواصفه بتاعتها مش عاليه قوي في جنود بتيجي احلى ورياضيه اكتر من كده بكتير طبعا بالنسبه للاوكر فزي برضو تسلا بتطلع لبره ولكن صدق او لا تصدق العربيه دي من غير بصمه يعني تعمل لوك وان لوك من المفتاح وطبعا عندي بقى من فوق مساحه ازاز كبير جدا برضو زي التسلا وزي ما انتم شايفين العربية برضو من الظهر ايه ليفت باك يعني الشنطة بتاعتها بتفتح لفوق من الظهر برضو زي ما انتم شايفين برضو فيها اللايت بار بيقابلوا اليوني براو الامامي في مقدمة العربية ولكن بصوا على الانارة بتاعت العربية بيتفوقوا على نفسهم كل مرة بصوا على الحركة اللي جوه النور نفسه جامده جدا اهتمام بالتفاصيل عالي جدا وفيها كده لفه خفيفه وماشيه من جوه رهيبه وبتلضم مع اللايت بار اللي في الناحيتين وطبعا بصوا كمان نور الاشاره برضو عاملين في العربيه فتحات اصطدام زائفه مش قادرين يتخلوا عنهم وعندك كلمه اي كيو اس وعندك كده سبويلر لذيذ يعني مش مش كبير قوي لكن موجود برضو وطبعا العربيه دي مجهزه بكاميرات 360 وحساسات وكل حاجه بالنسبة للهايبر سكرين اللي قدام فمسيطرة على المكان كله هي مساحتها 377 بوصة وأكبر مجموعة شاشات موجودة في عربية هم عبارة عن ثلاث شاشات ملضمين في بعض والشاشة اللي جنب كرسي السواق بتشتغل فقط لما حد يبقى قاعد هناك عشان بتحس بوجوده على السنسور بتاع الكرسي ولكن النظام نفسه رهيب وام بي اكس حديث وفيه الكنترولر برضو بتاعه من تحت الصغير وهو اللي فيه البصمه برضو وهنا النظام فيه 24 جيجا رام وبيشتغل ب معالجات يعني فيه 8 بروسيسورز بالنسبه للكنبه الخلفيه في العربيه دي فهي مش جايه بمواصفه عاليه انتوا عارفين كعاده كل المرسيدس ممكن ينزلوا بكراسي منفصله بيسموهم كابتنز تشيرز يعني كل كرسي منفصل على جنب وبينهم كونسول كبير جدا اللي فيه الشاشه اللي بتسيطر على الشاشات اللي في ظهر كل مسند ولكن العربيه اللي انا كنت هصورها دي كانت جايه بكنبه عاديه ولا امكانيه حركه الكراسي الخلفيه ولكن طبعا الازاز اللي فوق كبير جدا ومخلي الكابينه نوره بشكل مش طبيعي زي ما شفتوا العربيه في رايي كده المتواضع يعني هي محاوله منهم ان هم ياخدوا السوق شويه من تسلا ليه لان تسلا عاملين لهم عقده نفسيه كبيره مصنعين العربيات الكبار متاخرين في صناعه السيارات الكهرباء ما فيش شك وان مرسيدس تقول لك انا هعمل بلاتفورم جديده بالكامل يعني قاعده بناء جديده ده معناه ان هم جد في العربيات الكهرباء طبعا انتوا عارفين بي ام دبليو مش عاملين كده بي ام دبليو بيبنوا على العربيات بتاعتهم عشان يوفروا اكتر ولكن مرسيدس قاعده العجلات دي اللي اسمها ام اي اي قررت انها تعملها للعربيه دي ومنها يطلع الاي كيو اس ويطلع منها الاي كيو اي وكل العربيات الكهرباء اللي هم ناويين ينتجوها وزي ما انتوا عارفين ده اتجاه سائد اذا كان البورش الكيمن اللي جايين هيبقوا كهرباء بالكامل دي قصة تانية نتكلم فيها بعدين ولكن لو اتكلمنا على تصميم العربية ككل والشكل العام فلا يعني بالنسبة لي أنا حلوة وكبيرة وضخمة جدا ويعني فيها الهيبة بتاعت الضخامة ولكن ممكن تقولوا مسخه شويه في التصميم في ناس ممكن تقول لك إيه اوكي يعني طب ما هم كان هممهم قوي معامل احتكاك الهواء وان العربيه ما يعني تنزلق في الهواء حلو فعلا هو رقم هايل بوينت اتنين من عشرة ولكن برضو كانوا ممكن يطلعوا حاجه شكلها احلى هم اتجهوا لشكل مستقبلي بزياده بس طلع ماسخ شوية يعني لو شلت علامة مرسيدس ممكن تمشي اي حاجة تانية وطبعا برضو زي ما انتم شفتوا هي واخده المقدمة بتاعت العربيات الكهرباء بتاعتهم زي كيو سي اللي كنت عملت لها ريفيو uh, بيحاولوا ياخدوا من تسلا الحاجات اللي حلوة اي في العربية المدى بتاعها 750 لغاية 770 وده مدى حقيقي العربية فعلا بتقدر توصله ودي حاجة ممتازة ولكن uh, أم أم الشكل لا لو قلت لي دي ولا اس كلاس غالبا هنقي الاس كلاس اللي هي الاس كلاس التقليديه شكلها يعجبني اكتر ليه شخصيه اكتر دي كده هربت منهم ممكن تقولوا عليه تصميم كسول شويه مع ان انا بحب قوي مصمم بتاع مرسيدس جوردن داجنر ده بحس انه عبقري ولكن التصميم فيه نوع من الكسل شويه كده فيه يعني اوكي هنعملهم حاجه بقى منزلقه وبتاع يعني العربية اللي انا جربتها دي لحد كبير جاية فاضية يعني ايه فاضية يعني الكراسي الخلفية معرفش اصورها بس عشان كده بقول لكم الكراسي الخلفية مش المنفصلة مش الكابتن شاز اللي تقدر تحركها زي كل الاس كلاس هي بتنزل بالاوبشن ده ولكن دي جاية باوبشنز كتيرة فاضية فيها برضو الهايبر سكرين ودي حاجة حلوة ولكن لحد كبير العربية فاضية ما فيهاش اوبشنز كتير ورا يعني عادي خالص ولا تحريك كراسي ولا حاجة مداها هو اللي بيخليها تكسب العربية دي مفيش شك، لكن لو جينا اتكلمنا على مصر بقى بصفة خاصة اللي جايب العربية دي عربية تمنها 3 مليون في مصر مع ان هي سعرها بيبتدي بره ب 100 ألف وانتوا عارفين عربية الكهرباء عليها بس 14% ضريبة مبيعات ما عليهاش جمارك خالص معفية بالكامل. فطبعا برضه 3 مليون رقم كبير جدا هي يعني 2 مليون ممكن المفروض يبقى الرقم القريب ليها. لكن لو انت بقى اتكلمت على الحته بتاعت الشحن اوكي هو زي ما قلت لكم العربيه بتتشحن مفروض من 0 ل 80% او من 20 ل 80% بالاصح في حوالي نص ساعه لو لقيت الشاحن ال 200 فولت بتاعها بطاريه كبيره جدا 107.8 10 كيلو وات ساعه من اجمالي ال 120 هما بيستخدموا بس 107.8 10. عشان تلاقي الشاحن ده في مصر مش هتلاقيه اصلا هتلاقي اخرك السريع اللي عندنا بيبقى 50 آه فبرضو ح يعني هتضطر تشحنها بالليل وتضطر تعمل حساباتك برضو في الشحن ان كان المدى بتاع العربية هايل ولكن انا ما زلت زي ما بقول كل مرة انا شايف ان الشحن في مصر وشبكة الشحن لسه قدامها وقت هم بيحاولوا وبيحسنوا ولكن لازم الشواحن السريعة تنتشر اكتر بكتير وبالذات في المناطق النائية اللي هتضطر انت في يوم لو انت عايز تسافر ما انت ده اوبشن يعني مش بس مدينة يعني في طرق في نص الساحل في نص طرق الساحل في نص الطرق كلها الرئيسيه لازم ينتشروا بغزاره ومش بس ينتشروا بغزاره ينتشروا بغزاره وتتاكد ان هم شغالين. فهقول لكم حاجه لذيذه لما كنت بصور التسلا الموديل 3 البرفورمانس كنت جاي اصورها و... و... وصاحبها كان جايبها ب 20% ولا مش عارف البطاريه كانت يعني فاضيه قوي. فعشان كنت عايز اعمل التسارع المظبوط هو لازم يكون في اكتر من 50% أو اكتر من 70% عشان التسارع كله يحصل يعني على اتمه فانتوا عارفين ماستر السخنه شمال ويمين ااا لقيت انه 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 الشاحن السريع عطلان فبتشحن بشاحن 16 امبير طب ما اجيب شاحن من الحيطه هو هو تقعد بقى جنبها نص ساعه ساعه على بال ما يطلع لك ايه 1% 2% رهيبه ولكن مفيش مفر من العربيات الكهرباء انا بالنسبة لي كنت احبهم يعملوا تصميم اقرب لروح مرسيدس دي بعدت شويتين تلاتة ولكن مرسيدس بيحاولوا يواجبوا التطورات اللي بتحصل وبيحاولوا يعملوا حاجة من يعني من تلقاء نفسهم وعلى كده هم طبعا اكيد بريميوم العربية محدش هيقلل من الجودة بتاعتها ولا انها بريميوم جدا والتعليق بتاعها هوا فورماتيك مريح جدا وعزل الصوت فيها رهيب وبتقدم كل الرفاه واللكشري بتاعه الاس كلاس اللي احنا متعودين عليه يمكن الشكل هو انا ايه اللي عندي مشكله فيه شويه ولكن ده المستقبل وان شاء الله يكون لينا ريفيو اطول كامل حته حته ده معلش كانت كده ايه ما بين الكواليس ما بين البهدله بتاعه المكان انه كان في مول فكان صعب جدا بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم يلا سلام وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها